بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم كثيرا كثيرا على سيدنا محمد سيد الذاكرين، ورضي الله عن ال بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الذاكرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم معنا في اسرار الاذكار. العامه؟ أن الذاكرين هم أولياء الله أولياء الله أن الذاكرين هم خيار عباد الله أن الذاكرين هم مفاتيح ذكر الله يعني شوف أنت عندك ثلاث أوصاف أنت من خيار عباد الله أخيارهم أنت من أولياء الله أنت مفتاح لذكر الله آه هذا نجده في الحديث التالي روى الإمام أحمد بسند حسن عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أسماء وعن عبد الرحمن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله يعني إذا رؤوا يعني حين يشاهدهم الناس إيه الناس قاعدين في طريق وانت دخلت عليهم اول ما يشوفوك يقولون ما شاء الله لا اله الا الله سبحان الله الله اكبر الرجل الرباني حضر الرجل الذاكر حضر اول ما يشوفوك يذكرون الله عز وجل خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله اصبحت انت دلاله للناس على الله عز وجل.